إذا رح نأخذ بدنا نكمل نطلع معادلات V of T الآن. هاي الكيرف تبع V of T not to scale زي ما حكينا المرة الماضية اشتقينا طلع معي هذا 1 second 23 second بعدين 1 second 1 second 23 second بعدين 1 second 23 و 23 46 second 1 2 3 4 50 second فالتوتال تايم تبع الجيرني هاي 50 second هذا طلع معنا بالمعطيات هدول هم الانبوتس الجيفن ما كان في restriction على الريتد سبيد او الريتد سبيد نوت اتيند ما بوصلها بهاي الجيرني اذا كانت عندي الريتد سبيد هون وصلت 24 متر بير سكند فالنقطه هاي كانت 24 متر بير سكند طلعنا معادلات A ومعادلات T رح نطلع المعادلات هون بالجرافيكال ميثود رح اطلع على كل جزء هذا الجزء هون عندي بارابولا بوزيتيف بارابولا هذا خط مستقيم نيجاتيف بارابولا خط مستقيم بنيجاتيف سلوب وهون عندي بوزيتيف بارابولا بتمر في نقطه معينه كل واحدة من هدول رح نستعملها المعادلة لناخذ البارابولا الأولى اللي موجودة هون تتذكروا إن معادلة بارابولا y minus y naught بتساوي هذا عندي half j j واحد فرح تكون هذه هون x minus x naught تمر الرأس تبع البارابولا اللي هو x zero y zero هو عبارة عن zero zero فبتكون عندي y بتساوي half هذه هون square half t square فاللي هي بتصير v of t بتساوي half t square إذا بتكون عندي هاي أول جزء هو half t square وهاي t أكبر من أو تساوي 0 أقل من نأخذ الآن الجزء الثاني هذا الجزء هون رح يكون السلوب تبعه 1 وهو y minus y naught بيساوي 1 في x minus x naught إيش النقطة أحد النقاط اللي بمر فيها لو أخذنا النقطة هاي النقطة هاي هي عبارة عن 1 0 مش هيك لأنه x1 y0 فبكون عندي y minus 0.5 بتساوي x ناقص 1 فy بتساوي x ناقص 1 زائد نص بتساوي x minus نص فهي بتكون t minus point t minus 0.5 وهي t أكبر من أو تساوي 1 وأقل من أفضلنا ماشيين لحد 24 سكند طبعا هاي هون وحدتهم سكند من هون والوحدة الكلية هي متر بير سكند. ناخذ الآن الجزء اللي بعده هذا الجزء. هلا هذا ما في حاجة أقسمه لهذا الجزء وهذا الجزء. هي معادلة واحدة مش هيك؟ بارابولا نازلة تحت إذا المعامل تبعها رح يكون نيجاتيف. ال J واحد وعندي نص هاف J اللي هي ناقص 0.5 في X ماينس X نوت y minus y naught y naught و x naught هم رؤوس البارابولا رأس البارابولا هون رح يكون 25 24 24 محل هذا رح نحط هون v of t ومحل هذا رح احط t فبصير عندي هون minus 0.5 او اذا بدكم 24 زائد ناقص بنقل 24 هذه هون بتصير عندي 24 ماينس 0.5 في تي ناقص 25 تربيع وهذا اكثر من 24 واقل من 26 هذا الجزء رح اخليه هون مش رح ابسطه هلا عندي هون رح يكون عندي خط نيجاتيف السلوب تبعه 1 فرح يصير عندي هون y ماينس y نوت بتساوي ناقص 1 في x minus x نوت هذا بمر في النقطة مثلا لو أخذنا هاي النقطة هاي النقطة 26 و23 ونص فمحل هاي راح أحط هون 23 ونص وهاي 26 وهاي راح أحط محلها v of t ومحل ال x راح أحط t فبصير عندي 23 ونص ناقص t ناقص 26 مضبوط هاي راح تكون اقل اكثر من او تساوي 26 واقل من 49 مش هيك؟ واخر شيء عندي البارابولا هاي، البارابولا هاي بوزيتيف ومعاملها نص راح تكون البارابولا الاخيره هاي y minus y نوت بتساوي نص x minus x نوت تربيع وهاي بتمر اسهل شيء راس البارابولا هو هاي النقطه الرأس هون رح يكون 50 وزيرو مش هيك؟ ومحل y of t رح احط v of t
محل x راح t فبتصير هاي 0.5 t ناقص 50 في الربيع t أكبر من 49 وأقل من 50. أتأكد بس من الإجابات. عندي half t square t minus نص، بعدين هاي أنا هون مبسطها، بعدين بصير عندي 49. هاي لو جمعت هذا الرقم وهذا الرقم بلس وبلس بصير 26 و 23 بصير 49 ونص ماينس تي، بعدين نص تي ماينس 50 ترجع. اوكي.